احنا اليوم في اول ايام عيد الفطر السعيد، لكن يعني افتقدنا السعادة والبهجة والفرحة نتيجة يعني لغياب خليل وفقدانه، يعني زاد الوضع يعني ألم وحرقة وغصة إضرابه عن الطعام. زي ما تفضلت وحكيت إنه إحنا إلنا 30 يوم يعني صايمين، لكن كل يوم كان موعدنا مع الإفطار، واليوم موعدنا مع العيد، يعني موعدنا مع الفرحة والبهجة والسعادة، لكن نتيجة لإضراب خليل عن الطعام غيبت هذه الفرحة عن يعني بيتنا عن عائلاتنا. خليل كنا نتمنى إنه يعني يوم يكون عيدنا وإفطارنا يكون أيضا يوم عيد وإفطار لخليل. عيده بيكون إن شاء الله وعيدنا معه لما يكون يعني بنصره يعني فك إضرابه نتيجة يعني لتحقيق مطالبه بتحقيق يعني وقف سياسة الاعتقال الإداري وتجميده وإنهاء يعني اعتقاله الإداري.